بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الطلاب والشباب ومن معكم من قيادات حزبنا وحلفائنا في جبهة الأجندة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إن سفينة نوح توشك على الإقلاع، فقد فارت النور، والنظام الظالم يقف تحاصره إخفاقاته في كل الملفات، فقد مزق البلاد وشوه الإسلام ودمر مؤسسات الدولة وسد سبل المعيشة وتفه قيمة العملة الوطنية، ولن يشفع له مبادلة الدعم بالدم في حروب طائفية فاشلة، ولا الوعد بتقديم خدمات للدول الغربية لاحتواء أزمة اللاجئين والإرهاب. ومهما أعطاهم من وعود، فالنظام نفسه وأمثاله في المنطقة هم من العوامل الصانعة لهذه الأزمات، كما قال أحد شعراء العروبة: رسل التخلف في بلاد الضاد يستنكرون خلافة البغدادي، فعلام يأنف لاعب من لاعب وكلاهما عضو بنفس النادي. المهم أن نستعد نحن في حزب الأمة بتنظيم قوي موحد يوحد طاقات شبابنا وطلابنا لشحن سفينة الخلاص ومشاركة الطلاب حزبيا وقوميا بالفكر والحماسة، المشاركة الواسعة بالاجتهاد والجهاد المدني، ووضع النظام الفاشل عبر حملة هنا الشعب أمام أحد خيارين: إما حوار يسترد الشعب بموجبه حقه في السلام العادل الشامل بموجب لقاء تحضيري في الخارج يهيئ المناخ المناسب لحوار بالداخل كما قررنا مؤخرا في أديس أبابا، أو انتفاضة شعبية توأم لأكتوبر العظيم ورجب الأبريل العظيم، وفي كليهما قام الطلاب في الوطن وشباب الوطن بأدوار تاريخية عظيمة. استعدوا لنيل إحدى الحسنيين والسائقة واصلة، وما ضاع حق قام عنه مطالب، مع أطيب تحياتي وتمنياتي لكم بالتوفيق والسداد.